<applause> كده وعاوزك تسمعها <applause> كابتن خالد العوضي طبعا تربطني بيه صداقة ملعب من من أكتر من حوالي 25 أب أو 30 سنة كمان كابتن خالد العوضي هو يعني هبتدي لك اللقطة من ساعة ما أنا كنت في الفرقة لقطة اللي أنا من فرقة الشباب لفرقة الدرجة الأولى وكان كابتن خالد، كابتن خالد العوضي كان هو كان كابتن الفريق ومش هحكي لك على مدى الاستضافه او مدى اللي هو الاحتضان ال ال كلمة اللي هي تتقال صح يعني ان اه شايف اه اه نقدر نقول شباب طالعين في وسط جيل عمالقه موجودين على راسهم كابتن خالد العاضي، كابتن ياسر اللبيب كابتن جوهر نبيل، كابتن اشرف عواد اجيال واسماء كبيره قوي وتقيله قوي فبالتالي ان انت كلاعيب صغير لسه بيطلع نشأ بيطلع مع الدرجه الاولى بيبقى في حته الرهبه في حته الخوف فكان كابتن خالد يمكن كان ليا كان ليا الحظة او كان ليا الحمد لله يعني الاسبقيه ان انا كنت قاعد كمان زميل غرفه معاه ف فالتعليم الاصول الحاجات الصغيره اللي هي التفاصيل الصغيره اللي يمكن ما تاخديش بالك منها هي دي الحاجات اللي الواحد كان محتاج ان هو حد كبير اكبر منه بخبرته يقدر يحتضن الشباب اللي طالعين دوت وكان دوره كان غير عادي لدرجه أنه هو يعني ايه حبيبك في النادي؟ يعني ايه حبيبك في المكان؟ يعني ايه يعلمك الانتماء بتاع المكان؟ فكل الكلام دوت بصراحه وامانه كان 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 موجود جوه الجيل دوت وخاصه بخصوص بيه كابتن خالد العوضي طبعا هو ده كان كان على راسهم يعني فاغلبيه السفريات دايما بيبقى فيه حتى الشخصيه بتاعه كابتن الفريق اللي هو الليدر او القائد ساعتها بتتغير فغصب عنك أن انت بتشوفي بتشوفي شخصيه ثانيه اللي هو عايز ازاي يبقى بيعمل كنترول على الفرقه كلها ازاي في نفس الوقت يبقى الكلام ده بيتعمل وانت حابه وانت حابه اللي هو بيعمله معاكي فالحرفيه في الحته ديت كون كان اعتقد ان احنا كنا في سوريا في مره في سفريه من السفريات يعني وكان كابتن خالد عوضي كان كابتن فريق وكنت المفروض ان انا نازل عايز في وقت بقى بالاوقات بعد الماتشات وبعد التمارين بتبقى عايزه تنزلي تعملي شوبينج وكلام من فقال لي طيب انت عايز تروح فين؟ فقلت له عايز اروح الحته الفلانيه فهو كلمه اللي هي ما يقولكيش لا يعني ما تقلتش لا بس اللي هو ازاي تبقي عارفه ويحملك المسؤوليه الموضوع انت جايه هنا مش عشان تلعبي انت مش جايه عشان تعملي شوبينج مش جايه عشان تتفسح احنا جايين علشان عندنا مش فالاسلوب والطريقه وال 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 والمواقف اللي حصلت اللي هو عشان الموقف ده بالنسبه لي كان يعني ايه تعرفي قيمه اللي هو ليدر او كلمه قائد موجود فهو كان عنده الملكه دي بصراحه فانا عمري ما هنساله اللقطه ديت ان هو ازاي خلاني من بدل ما يقولك لك لا وخلاص ان هو ازاي يحببك وازاي يخليكي تبقى عندك المسؤوليه تجاه الفريق بتاعك